والجبال أوتادا. الكون معظمه مية، والجزء اليابس بالنسبة للكون هو أقله، يقال والخمس. يبقى كأن أربع أخماس يكون إيه؟ مية. فلما يكون الأصل في كون المية، إذا الخمس ده يبقى عامل بالضبط زي لما تجيب حتة خشبة وتحطها في حلة مية. هتعمل إيه الحتة الخشبة ديت؟ هتقعد تجري يمين وشمال، تجري يمين وشمال. طيب ما الذي سيثبت هذه الأرض؟ هي الجبال. ولذلك قال والجبال أوتادا. كلمة أوتادا تكلمنا قبل ذلك في سورة المرسلات عن الجبال وصفة الجبال، وقلنا بأن الجبل موضعه في الأرض وحاله في الأرض كحال الوتد. الوتد بيكون الجزء الأكبر هو المغروز ولا هو الظاهر؟ والمغروز. فمعنى ذلك إن الجبال الجزء الأكبر في الجبل ليس هو الظاهر، وإنما هو الذي مستور في الأرض. الجبال يقول لك مثلا جبل الهيمالايا مثلا 3000 وشوية متر، 3 كيلو وشوية، جبل كذا مش عارف إيه. الجبال ديت لما يكون مرتفع عن سطح البحر ب3 كيلو أو أكثر، يبقى يا ترى عمقها في الأرض قد إيه؟ دي مسألة تحتاج إلى تأمل. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل الجبال أوتادا، وعندما جعل الجبال أوتادا هو الذي أمر بها في أماكنها. لبعض الناس يقول لك هناك اللي هو الرتق العظيم، ده كان منذ 3 مليون سنة ضوئية، كانت الأرض مش عارف إيه وحصل انفجار مش عارف إيه وطلعت إيه وطلع منها إيه. طب وأين الله؟ أين الله في القصة دي كلها؟ طب الأرض والسماء كله كان متلبس في بعض، وبعدين حصل انفجار جبار، الانفجار ده هو اللي فصل الأرض عن السماء وهو اللي خلى البحر والجبال. يا سبحان الله، وأين الله؟ ده كل لوحده كده؟ هنعمل زي الدهرية؟ نعمل زي الملاحدة؟ هذا الكون له إله واحد، هو الذي أمر، وإذا أمر بأمر كان سبحانه وتعالى. وهؤلاء الدهرية الملاحدة مذهبهم من أفسد المذاهب. إزاي إن الواحد يعني يخلق نفسه؟ طب انت خلقت نفسك ازاي؟ طب انت جيت ازاي؟ خلاص، ازاي ان الواحد اذا اتى المرأة من الماء المهين يأتي هذا البشر السوي؟ ازاي دي تيجي ازاي؟ يعني احنا لو جبنا نطفة وبويضة وحطناهم في المعمل وتأملناهم وحطناهم على بعض، يا ترى ايه اللي يحصل وايه اللي يتم؟ ايه اللي يحصل وايه اللي يتم؟ حتى اللي هو التلقيح الصناعي، بعد ما تعمل البويضه مع الحمض المنوي لابد ترجعهم تاني فين؟ ترجعهم تاني فين؟ الرحم. ترجعهم تاني الرحم، سبحان الله، حتى يتم امر الله. فتأمل هذه السنن العجيبه.